ابتدى الشعر والهجوس للشعر خنا والهواجيس في خطر ما يرجهن والمدايع على بدع الحروف استونا شيلة من صداها شيلة عالمية بالتحدي ليا جنان رجال ملاعب لا نفكر بحد ولا نهاب المصاعب كل خصم مع اسمنا مهجد وتاع نغلب لا حضرنا بين هذه وذي يا بشاير عليت المدح زاهي ولا يطلت تلا حضرت يركدنا العلاي بالمنص ها ها بالمنص هي روح مع وجود تلحاي والبيارك رفرف دامت محرقي في توصفها الغزال بعينها وبخصرها وكم خصيمة يا جيتي تموت بقهرها كل زينب تبين من جدايل شعرها وانت بكل طل وردة النرجسية من دوافع وصوف متو من ناصيتها من تعواد سعدة والمدايح زهتها كل ما تملك من الطيب يدها عطتها سنعه ذربه فيها السخاوة والحمية بين عمانها وجدادها والخوال كل من جالها ما هي تحسب الريال بنت من لا تقدم بين كل الرجال سمعتها وافيها بالعفو والمقدرية ابتدى الشعر والهجوس للشعر غنى والهواجيس في خطر ما يرجهن والمدايع على بدع الحروف استونا شيلة من صداها شيلة عالمية بالتحدي ليا جنان رجال ملاعب لا نفكر بحد ولا نهاب المصاعب كل خصم مع اسمنا مهجد وتاع نغلب لا حضرنا بين هذه وذي يا بشاير عليت المدح زاهي ولا يطلت تلا حضرت يركدنا العلاي بالمنص ها ها بالمنص هي روح مع وجود تلحاي والبيارك رفرف دامت محرقي في توصفه الغزال بعينها وبخصرها وكم خصيمة يا جيتي تموت بقهرها كل زينات تبين من جدايل شعرها وانت بكل طل وردة النرجسية من دوافع وصوف متو من ناصيتها من تعواد سعدة والمدايح زهتها كل ما تملك من الطيب يدها عطتها سنعه ذربه فيها السخا والحمية بين عمانها وجدادها والخوال كل من جالها ما هي تحسب الريال بنت من لا تقدم بين كل الرجال سمعتها وافيها بالعفو والمقدرية.